بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي متابعي ومشاهدي ومحبي قنوات أون تايم سبورتس في كل مكان، أسعد الله مساءكم. أحمد إبراهيم يحييكم ويسعدني ويشرفني أن ألتقي بحضراتكم للتعليق على الوصف التفصيلي لأحداث اللقاء الذي يجمع بين منتخبي الجابون في مواجهة منتخب المغرب الشقيق. أسود الأطلسي في مهمة جديدة، اللقاء يأتي ضمن فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 26 التي تقام على أرضنا الغالية مصر الحبيبة من مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي من صالة رقم 2 التي تتسع إلى 1620 مقعد كساعة رسمية لهذه الصالة المغطاة. أجواء جميلة، أجواء رائعة أمام حضراتكم، مستعدات لبداية هذا اللقاء الهام. منذ لحظات قليلة انتهى أيضا لقاء عربي شقيق ما بين محاربي الصحراء المنتخب الجزائري في مواجهة المنتخب الليبي، انتهى بفوز منتخب الجزائر بنتيجة 34-19. ننوه أيضا أن هذه البطولة في الفترة من 17 حتى 27 يناير لعام 2024 الحالي، وهي البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، كما أن هذه البطولة أيضا مؤهلة لكأس العالم 2025 في تنظيم ثلاثي مشترك ما بين كرواتيا والدنمارك والنرويج. البطولة هي البطولة الثانية على الأراضي المصرية، بدأ نزول اللاعبين بداية من المنتخب المغربي الشقيق بنزول الحارس علاء العروسي. ادي الجماهير الجميلة الشقيقة في بلدها الثاني على الأراضي المصرية، صغار كبار رجال سيدات، الكل يتابع، الكل يحب ويستمتع بكرة اليد الجميلة. البطولة هي البطولة الثانية على الأراضي المصرية بعد تنظيم عام 2022. تثبت مصر أنها دائما وأبدا في الريادة وقادرة على تنظيم أقوى وأعظم البطولات. طبعا البطولة تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبالمناسبة تواجد البطولة على الأراضي المصرية بيكون دائما فأل حسن على منتخب المغرب الشقيق لحصوله على برونزية البطولة الأخيرة بعد فوزه في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع على المنتخب التونسي 28-24. علشان كده دايما بيتفائلوا خير الأشقاء المغاربة بتواجد البطولة على الأراضي المصرية. خلاص اكتمل وجود لاعبي المنتخب المغربي على أرض الصالة المغطاة، والآن نزول المنتخب الجابوني. منتخب الجابون طبعا اللي بيقوده المدير الفني التونسي وليد بن رمضان، يعني اللقاء يشوبه رائحة العروبة والأخوة، سواء القيادة الفنية للمنتخب الجابوني أو المنتخب المغربي الشقيق اللي أيضا يعني في ثوبه الجديد بنكهة مصرية بقيادة المدير الفني القدير والنجم السكندري ابن نادي سبورتنج الكابتن محمد عبد السلام، أحد المديرين الفنيين الأكفاء في الوطن العربي في الآونة الأخيرة. يعاونه طبعا الكابتن وليد عبد المقصود نجم حراسة مرمى نادي الزمالك السابق، يعني تعاون جيد دائم ما بين الأشقاء المغاربة والمصريين. طبعا أولا ودائما وأبدا كل القلوب والأمنيات والدعوات لإخواتنا وأشقائنا في فلسطين بأن تمر هذه الأزمة وأن ينصرهم الله نصر عزيز مقتدر في مواجهة هذا العدوان الصهيوني. ما زال نزول لاعبي المنتخب الجابوني لأرض الصالة المغطاة، ولاكتمل أيضا لاعبي المنتخبين. ذكرنا وقلنا أجواء جميلة ورائعة بالطبع تشهدها هذه البطولة. اللقاء ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة
اللي ذكرنا انها بتضم المنتخب الجزائري، المنتخب الليبي، المنتخب المغربي، ومنتخب الجابون، يعني ثلاثة فرق عربية، ومنتخب افريقي هو المنتخب الجابوني. مجموعة قوية، مجموعة شرسة في محاولة للصعود إلى الدور الثاني. والآن نستمع إلى السلام لدولة المغرب الشقيق. السلام الوطني للجابون، يعني الكاميرا كانت موجودة على علم المغرب الشقيق، علشان كده كانت تصورنا انه السلام الجمهوري. والان نستمع الى السلام الوطني طبعا النشيد الوطني للأشقاء المغاربة. كل الجماهير حاضرة بكل أصنافها بكل أنواعها لمشاهدة هذه اللقاءات الممتعة. ذكرنا منذ دقائق قليلة أن اللقاء ضمن مباراة الجولة الثانية للمجموعة الثالثة كان نتائج الجولة الأولى كانت فوز المغرب على ليبيا 29-25، بينما هدم الجابون من المنتخب الجزائري 27-31 في لقاء كان قوي جدا جدا. علشان كده بنتوقع قوة هذا اللقاء، وهيكون في ردية وتنافس قوي ما بين المنتخبين. لقاء تأكيد الصعود ولقاء هام طبعا للأشقاء المغاربة، وسود الأطلسي كما يحلو لهم أن يلقبوا قبل لقائهم الحاسم على صدارة المجموعة في الجولة الأخيرة، هيكون أمام محاربي الصحراء المنتخب الجزائري. كل فريق طبعا هيحاول يتصدر هذه المجموعة محاولة لتفادي مواجهة متصدر المجموعة الأولى وهو منتخب كاب فيردي الرأس الأخضر، أحد الفرق الخطيرة الآن داخل قارة إفريقيا. انتهى أيضا منذ نصف ساعة تقريبا منتخب مصر قدر يحقق فوزه الثاني على منتخب الكونغو بنتيجة كبيرة 34-19. نتمنى التوفيق طبعا لكل الفرق المشاركة وأولها طبعا الفرق العربية. لازالت أجواء استعدادات لهذا اللقاء وبقوة لبطولة كأس الأمم الأفريقية اللي كانت انطلاقها بداية من عام 1974، واستضافت هذه البطولة تونس وحصلت على اللقب الأول لها، بينما آخر الألقاب
حصل عليها المنتخب المصري في البطولة السابقة في 2022. صراع قوي ما بين الثلاثة منتخبات العربية، تونس في الصدارة بعشرة ألقاب، ثم المنتخب المصري بثمانية ألقاب، وثالثا المنتخب الجزائري بسبعة ألقاب. علشان كده دائما بيكون في صراع قوي في كرة اليد العربية. أيدي الكابتن محمد عبد السلام اللي يعني هنقول عنه الكثير والكثير لخبراته وقدراته التدريبية. الجماهير العاشقة والمحبة لكرة اليد، بدأت أحداث اللقاء على بركة الله. نتمنى التوفيق لأسود الأطلسي المنتخب المغربي الشقيق. على يمين حضراتكم المنتخب المغربي بالقميص الأبيض والشورت الأبيض أيضا، بينما المنتخب الجابوني على يسار الشاشة بالقميص والشورت الأصفر. روح رياضية جميلة طبعا، وتبادل التحية في بداية اللقاء. فريق الدفاع 6-0 بيلعب بيها المنتخب الجابوني علشان يقفل المساحات من على مستوى الدائرة ومن على الأجنحة. عارف طبعا خطورة وقوة المنتخب المغربي. تمرير في الخط الخلفي بادئ بمحمد الزيني صانع الألعاب، وادي تصويبة قوية وتصدي أول من حارس المرمى. حلوة البداية قوية ورائعة من المنتخب المغربي. تمرير في الخط الخلفي، محمد الزيني أحد اللاعبين المميزين ومن هداف البطولة ومن هداف المنتخب المغربي حتى الآن. أدي أمام حضراتكم قائد كبير، قائد رائع. تمرير في الخط الخلفي وتصويبة قوية ولكن القائم والله بينحال علشان يتصدى لهذه التصويبة الرائعة، إحدى التصويبات الجميلة. يا سلام على التصويبة وبداية ولا أحلى ولا أروع. من جانب اللاعب الرائع يونس منصاري المحترف في الدوري الفرنسي، بيلعب في كيغيتيل الفرنسي. تمرير في الخط الخلفي، محاولة للمرور واختراق ما بين الدفاعات، ولكن هايل ورائع الدفاع المغربي. ادي الكابتن محمد عبد السلام واقف على الخط طبعا بيدي تعليماته بغلق المساحات. تمرير في الخط الخلفي، وادي تصويبة قوية والقائم هنا بيرد زي ما كان في تصدي للقائم من جانب المرمى الجابوني. ادي قوية ولكن معاها بالمرصاد. الحارس المغربي الرائع شمال وعلي اللاعب في صفوف رجاء اغادير المغربي. ادي فيها ايقاف لمدة دقيقتين، ليه؟ عايزين نشوف ونعرف. ادي واضح ان في تغيير خاطئ لحارس المرمى لمنتخب الجابون، علشان كده تم تبديل حارس المرمى ونزول الحارس البديل. هيكون في نقص عددي، نتمنى ان يستغل بشكل جيد من جانب المنتخب المغربي. رياض لاجبي موجود في مركز الجناح الايسر، احد اللاعبين المميزين ايضا. توصل له الكره، لسه بتكلم عنه، بيرد بيقول حبيبي يا سلام عليك يا رياض، لسه بقول احد اللاعبين الرائعين، محترف في الدوري الفرنسي. بص الارتقاء، بص الرشاقه، بص المرونه، سمع وانا بقول اسمه، قال لي كمان سجل اول الاهداف. واجمل بدايه واجمل حكايه مع المنتخب المغربي الشقيق، هدف مقابل لا شيء، بدايه رائعه. نتمنى يعني غزارة تهديفية من الأشقاء المغاربة في هذا اللقاء. بدأ يعلى بالدفاعات شوية الكابتن محمد عبد السلام علشان خاطر يغلط الجانب الهجومي من المنتخب الجابوني عن طريق وروى مامادو اللي معاه الكرة في مركز الساعد الأيسر، بيحاول يمر فابين سيجاريل اللي أمام حضراتكم اللي معاه الكرة. أدي بيقول له إذانا بلعب سلبي، لابد من التصويب في حد أقصى ثلاث تمريرات، لازم يصوب على المرمى، يعني الحذر واجب. وادي تصدي وحائط صد حديدي وفولاذي، يا سلام مره واثنين، احلى تصدي سريعا، تيرن اوفر وهجمه مرتده سريعه، محاوله لاستغلال عدم التمركز الجيد. ودي تمريره ولكن خطا عكسي، مين اللي تم احتساب عليه الخطا؟ هشام حكيمي احد اللاعبين المميزين واحد السواعد اليمنى القديره، لاعب الجيش الملكي المغربي. ولا يهمك يا هشام، كان في يعني يمكن تسرع بعض الشيء علشان كده اصطدم بالمدافع وراح بقوه، علشان كده تم احتساب خطا عكسي.
3 دقائق 40 ثانية على بداية أحداث هذا اللقاء الهام. ما زال التقدم لأسود الأطلسي، هدف مقابل لا شيء. ما زال 10 ثواني ويكتمل المنتخب الجابوني. العاملين استعادة للنقص العددي، خرج حارس المرمى ونزل لاعب بديلا عنه. يا سلام لو نقطع الكرة دي بقى ونروح نحرز هدف كده والمرمى خالي. أدي عدل الكرة ومحمد الزين بإيه؟ بقتال ورجولة يوقف الهجمة. خروج للاعب الدايرة علشان يعمل خلخالة دفاعية، محاولة للمرور، ودي تصويبة بقوة لكن في الزمان والمكان. الله عليك يا جمال وعلي، ودي فاست بريك بهجوم خاطف من الموجة الإيه الثانية والثالثة، يا ترى داخل الشباك. الله، لسه بقول السرعة السرعة السرعة. بص شوف رياض لجبي بيعملها تاني بهدف ولا احلى ولا اروع. يا سلام عليك، تسلم ايديك. فين؟ في الثمانيات، في الثمانيات. ولكن بهدي الهدف ده لمين؟ لجمال وعلي حارس المرمى المتالق، ان نزل بجراند كده برشاقه ومرونه، يتصدى للكره ويقبل منه رياض لجبي الهديه ويحرز الهدف التاني. 2-0 للمنتخب المغربي. ايوه كده، عايزين سيطره، عايزين صحوة قوية من البداية. وقطع الكرة والمرمى خالي بإيه؟ هدف هدف هدف. الله، التالتة ثابتة. الله عليك، تسلم إيديك. بص الحلاوة، بص الروعة موجودة فين؟ موجودة مع يونس منصاري. اتجدد اتجدد المنتخب المغربي، أصبح شباب، أصبح روعة ورشاقة في إحراز الأهداف. هدف ثالث للمنتخب المغربي، يستحق التحية طبعا. واقف معاهم، قلت مش هيقعد، دي سمات الكابتن محمد عبد السلام، واقف على الخط، تعليمات تعليمات. وادي التصدي من الرائع حتى الان جمال وعلي اللي ايه بالضبه والمفتاح اعلنها منذ البدايه. المرمى مغلق، ممنوع الاقتراب او التصويب. ادي طبعا يعني على اعصابه المدير الفني وليد بن رمضان التونسي. إذن بلعب سلبي، لابد من التصويب في حد أقصى. ثلاث تمريرات قفل الدفاعات بشكل جيد المنتخب المغربي، ودي مقابلات رائعة وجميلة. لابد من التصويب، حكم اللقاء قال خلاص انتهت الثلاث تمريرات، رماها الراجل. يعني في بعض الأحيان بيكون فيها عقوبة، ولكن عدها له الحكم المرة دي. محمد ميري احد اللاعبين المميزين على المستوى الدفاعي، ايضا لاعب سكاريا التركي، قفل المساحات بشكل جيد. ترجع الهجمه مع المنتخب المغربي. ادي محمد الزين بيرفع ايده بيقول لهم هجمه وخطه تكتيكيه متفق عليها بخروج لاعب الدايره اللي لسه بقول عنه محمد ميري. تمريره قطريه للجناح، الله، يا سلام يا سلام يا سلام، احلى كلام. بص شوف الروعه، بص شوف الجمال، برشاقه ومرونه، يا سلام، طار في الهواء، يا سلام عليك، وهو بيحرزها في الزاويه البعيده. هدف ولا احلى ولا اروع. ادي السعاده، السعاده والفرحه من مقاعد البدلاء للمنتخب المغربي. ايدي هيتجنن، قلنا الكابتن وليد بن رمضان بعد الهدف اللي احرزه اشرف لعديش، لاعب من اللاعبين الصغار الجمال، لاعب رجاء اغادير المغربي، من الفرق المميزه بالطبع رجاء اغادير في دوله المغرب الشقيقه. ما زالت اشتباك عذراء للمنتخب المغربي، ونتمنى ان تستمر بهذا الشكل حتى النهاية. ادي وقت مستقطع بيطلبه المدير الفني بعد ما وجد صعوبة وقوة كبيرة جدا من الدفاعات المغربية. دعونا نستمع ماذا سيقول وليد بن رمضان التونسي في هذا الموقف. Là, les arrières, ça marche pas. Voilà. Vous enterrez la balle à chaque écoutez-moi, fois. Écoutez-moi, écoutez-moi. Il n'y a pas de gens pour faire ça. Quand on gagne le duel, il faut aller plus loin, plus loin pour tirer. Et si ça ramène la défense, on libère la balle. Pas de faute. Ne laisse pas le défenseur qui te fait la faute. Les gars, on va se faire. Pétez pas les plombs, restez les gars, il y a du temps. Il n'y a pas de temps, pas de temps. C'est pas grave, on va revenir. Pétez pas les plombs, on a le temps, les gars. On reste ensemble, les gars. On tue. On prend ça. Allez, ensemble, ensemble. Il n'y a pas de temps en profondeur, Yannick, vous jouez trop latéralement. Gagne le billet.
انتهى الوقت المستقطع للتونسي وليد بن رمضان اللي درب جمعية الحمامات التونسي. بالمناسبة جه بعد قيادة بسيطة جدا لجاكسون ريتشاردسون النجم الفرنسي، طبعا صاحب البشرة السمراء، كان نجم كبير، ثم جاء بعده وليد بن رمضان. هنشوف الوقت المستقطع هيسفر عن ايه. تمرير في الخط الخلفي وتصيبة بقوة ودفاع وقتال رجولة، لعبة كرة اليد، لعبة قوة، لعبة رجال، لعبة حماس، وشايفينها صراحة في شفوف المنتخب المغربي حتى الآن. هذه محاولة لاختراق وحكم اللقاء بيقول رامي الجزاء، اخترق بقوة ما بين واحد واثنين. اللعب اللي أمام حضراتكم ليكيت سيرجي علشان يتحصل على رمية جزائية بعد ايه 7 دقائق و40 ثانية من احداث الشوط الاول. نزل ياسين ادريسي القدير النجم الكبير اللي كان حصل على جائزة رجل المباراة في اللقاء الاخير، ولكن هدف خطفها كده على يسار ياسين ادريسي علشان يحرز المنتخب الجابوني اول الاهداف عن طريق موري نجويمة. يقلص النتيجة لأربعة مقابل هدف، لكن بداية رائعة، بداية جميلة من المنتخب المغربي حتى الآن بتكتيك وأسلوب خططي رائع. يا سلام يا سلام، بص شوف الاختراقات والتناغم والتفاهم ما بين اللاعبين. محمد الزين اخترق، عمل لنفسه شارع، عمل لنفسه ثغرة، سماه محمد الزين. يا سلام عليك، تسلم إيديك، ارتقى كده برشاقة ومرونة وسددها في الزاوية اليمنى الأرضية، ما يقدرش يعمل لها حاجة حارس المرمى. خمسة مقابل هدف. اسألوا انت بدلت الكاميرات ولا عمل ايه؟ بس ترجع الهجمة مرة أخرى مع المنتخب الجابوني. عجبني جدا المنتخب المغربي ومقابلاته مع اقتراب لاعبي الجابون من منطقة الست أمتار. وآدي حكم اللقاء بيقول ايه، بيقول رمية مرمى. أيوة كده، سريعا، هجمة مرتدة سريعة، تمرير وتصل للجناح. لاجبي يا سلام عليك، الله عليك، تسلم ايديك، خلصت فيك كل الكلام، اقول ايه وعيد ايه. بص شوف الحلاوة، بص شوف يعني كراش كده من فوق راس حارس المرمى، ينم على اللعب كبير وكبير جدا بالرشاقة اللي ساب بيها الكرة من فوق حارس المرمى. ادي بيصرخ وبيقول انا نمبر وان وانت النهاردة يعني نجم الشباك حتى الان يا رياض يا لاجبي. محترف في الدوري الفرنسي واحد اللاعبين المميزين رياض، يستكمل مسيرة النجاح حتى الآن بستة مقابل واحد. بدأ يهدى بقى أعصاب الكابتن محمد عبد السلام باتساع الفارق، نتمنى أن يستمر على هذا الحال حتى النهاية. تمرير ودي اختراقه ما بين اثنين وثلاثة المرة دي في صغرة، يعني سرحان كده من الدفاع المغربي علشان يستغلها بشكل جيد رولينجا ويحرز الهدف. ودي من على مستوى الدائرة، الرد سريع بلا رحمة، يعني ما عندناش رحمة مع المنتخب المغربي. في أقل من ايه 3-4 ثواني كده استلم الكرة بشكل جيد محمد ميري المحترف في الدوري التركي، قلنا وبقوة كده بيحرز الهدف ما بين أقدام الحارس، يعود مرة أخرى لفارق الخمس أهداف. كان فاجئنا المنتخب الجابوني بلقاء قوي أمام منتخب الجزائر في الجولة الأولى، علشان كده تحسسنا الخطر في هذا اللقاء، ولكن حتى الآن رجال المنتخب المغربي في المعاد. ودي تصويبة فوق المرمى، حلو الكلام ده. أدي الكابتن وليد عبد المقصود وكمان واقف بيدي تعليماته لحارس المرمى الرائع حتى الآن جمال وعلي اللي موجود بقى، وخلفه القدير ياسين إدريسي أحد الحراس المميزين صاحب 39 عام، تنقل خبرات وتبادل بشكل كبير جدا بيحصل وفيه تجديد للدماء في صفوف المنتخب المغربي. محمد الزيني وتصويبة بقوة، دي حائط صد ولكن رمية ركنية، حاول يخطفها كده والدفاع واقف على الستة متر. ادي بيصرخ كابتن محمد عبد السلام بيطالب طبعا بتنفيذ التعليمات على اكمل وجه. ادي محمد الزيني هيحاول يمر ويسيب، بيدور على لعب الدايرة محمد ميري، إذن بلعب سلبي لابد من التصيب. محمد زين هيمر ادي حكم اللقاء قال انتهى وخلاص الثلاث تمريرات. ادي هجوم خاطف وفاصل بريك، وادي قطعها. يا سلام يا سلام، حلو الكلام ده، وقطع الكرة ورايح بشكل فردي بيسبق واحدة والتانية
هيحطها في المرمى. هدف هدف. قلت محمد الزيني هو اللي يحرز الهدف في الهجمة اللي فاتت، يعني انتظرنا بس وقت بسيط علشان تروح الكرة من ايه، من زاوية صعبة، ولكن هو وقف في الهواء كده وسابها من فوق راس حارس المرمى بذكاء ودهاء لهذا اللاعب المميز. قلت كان احرز 7 أهداف في اللقاء الاول ومن الهدافين في البطولة حتى الآن، وهو الهداف الأول للمنتخب المغربي. 8-2، بداية جميلة، بداية رائعة، ما أحلاها ما أجملها حتى الآن من أسود الأطلس. تمنتاشر مشاركة حتى الآن للمنتخب المغربي في البطولات الأفريقية، ودي اختراقة من اللاعب الوحيد اللي عامل زهرة حتى الآن، وهو من وجهة نظري من أفضل لاعبي المنتخب الجابوني حتى الآن، اللاعب رقم 44 أوبيانغ. معها إيقاف لمدة 2 لمحمد ميري، أحد السواعد القوية في الدفاع، ودي خطأ على المهاجم، ودي هجوم خاطف، فاست بريك، وهدف هدف. ما يهمناش النقص العددي، ما يهمناش عدم وجود أحد اللاعبين بروعة، بيستلم الكرة وبيروح ايه كالقطار كده يدهس الجميع بشكل رائع، ولا احلى ولا اروع لاعب رجاء اغادير اشرف العديش. ودي اختراقة بقوة، دي المتميز، قلت اعلنها منذ البداية، المرمى مغلق، ممنوع الاقتراب او التصويب. يا سلام على الشغل العالي من الكابتن وليد عبد المقصود اللي بيقول انا موجود بتميز لحراس المرمى. بص شوف رفع قدمه أثناء التصويبة، وتصدي رائع من الحارس الكبير حتى الآن في الأداء وفي اللقاء جمال وعلي. مفاجأة مفاجأة هذا الحارس حتى الآن في البداية. 9-2 نتيجة ولا أحلى ولا أروع، دي خداع يمين شمال بتميز من هشام حكيمي. ودي محمد الزين، ودي حائط صد قوي بيتصدى، هجوم خاطف، تن أوفر، هجمة مرتدة سريعة، 1-2 بهدف هدف داخل الشباك، استغلوا حائط الصد بشكل قوي وارتداد بسرعة كبيرة من موري نجويمة اللي سددها صراحة بقوة على القدم الثابتة لجمال وعلي حارس المرمى اللي لا يسأل عن هذا الهدف بالطبع. ولكن هناك نقص عددي في صفوف المنتخب المغربي، علشان كده طبعا ما أثر على الأداء حتى الآن. متبقي 20 ثانية ويكتمل، عاملين استعاضة للنقص العددي بنزول حارس، بنزول لاعب بديلا عن حارس المرمى، تقاطعات في الخط الخلفي، هشام حكيمي بيحاول يمر فيها دفعة، ايوه كده عايزين نستغل الوقت بشكل قانوني. خلاص هيكتمل المنتخب المغربي، نهدأ ونتقل على كورتنا. نزل بقى محمد امين بن طالب بالمخضرم والخبرة، تشويبة، ولكن حكم اللقاء بيقول قبلها في رمية حرة ليونس منصاري. سعد ايسر زي ما الكتاب بيقول يونس، ادي يحاول يصوب محمد امين، تصويبه قويه ولكن تصدي، وادي بيعمل فولو ومتابعه وتصدي ايضا من حارس المرمى، مرتين بيتصدى. كان في تصويبه من مهدي اسماعيلي العلوي، احد اللاعبين المخضرمين والخبره، دايما خبره ولا تشائي كده في الدفاعات، صاحب ال 31 عام مهدي، بيلعب في مركز 3 بقوه. بص شوف الرجوله، وقف الراجل قال له تعالى هنا رايح فين. لقاء قوي ما بين 2 مديرين فنيين على كفاءة عالية حتى الآن. محاولة للتصويب، انتصف الشوط الأول بالتمام والكمال، 15 دقيقة ودبل سكور حتى الآن، وتريبل سكور كمان، 9-3. تصويبة بيسيبها بقى حارس المرمى جمال وعلي، هذه تعليمات من وليد بن رمضان. ما زالت الهجمة مع المنتخب الجابوني بتقاطعات في الخط الخلفي، حاول يسيبها على مستوى الدائرة، بيحاول يسيبها مرة تانية، ولكن القتال، قلت هو الرائع، هو المتميز. هدف هدف هدف، صنعها وعملها وهو اللي أحرزها داخل الشباك، الله عليك، تسلم إيديك. بص شوف الروعة، يونس منصاري لاعب كيغيتيل ألتغنسي، بص الارتقاء وتصويبه بقوة بعيد عن ايد حارس المرمى، روعة. لقاء ولا احلى ولا اروع حتى الان من المنتخب المغربي الشقيق. ايوه هي دي سمة الكبار، هي دي سمة المنتخبات الكبيرة، والان المنتخب المغربي في قوة ما بعدها قوة.
بيسيبها للسعد الأيمن واختراقه، ولكن الحمد لله خارج المرمى. كانت فيها ثغرة بجوار محمد أمين بن طالب، ولكن القدر كان رحيم بالمنتخب المغربي، بيحاول يمر. ودي باك هاند جميلة، لوحة فنية لازم تكتمل داخل الشباك، لوحة مرسومة من النجوم للمنتخب المغربي. ادي عادة كلها إفادة مع لاجبي 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 حبيبي يا رياض، قلت أحد اللاعبين الرائعين، بدأ وأحرز ثلاث أهداف في البداية. يعني هو كان ألقى بكلمة الافتتاح في اللقاء، وما زال يصول ويقول على الصالة المغطاة بمجمع صالات استاد القاهرة. ودي رد بقوة من المنتخب الجابوني، ودي رمية إرسال سريعة وجميلة وجميلة. أيوة السرعة السرعة السرعة، العنوان، ارفع إيدك وقول ما بيهمناش، نقدر نعوض نجم اللقاء نجم الشباك. أقول إيه، قلت عنه كتير كتير رياض لاجبي، يعني الراجل كده من البداية شكله بيحجز MVP، أفضل لاعب ذو قيمة في اللقاء، يعني رجل اللقاء و نجم اللقاء حتى الآن، يعني هو يعني بيعجزها كده من بدري بدري. رياض لاجبي سرعة وتميز وتزيد بقوة، أدي في وجه الحارس سلامات سلامات لجمال وعلي، يعني الحكم احتسب خلاص رمية حرة، المفروض يسيب الكرة. لعبها مهدي لاكتريك في وجه الحارس جمال وعلي، سلامات نتمنى له السلامة. يعني مثل هذه الكرات تكون فيها إيقاف لمدة دقيقتين، وأنا شايف يعني إن هو كمل الكرة على الرغم من انطلاق صافرة الحكم، أو إنه أطلق إن في رمية حرة لصالح المنتخب المغربي. هذه الإسعافات الأولية، والتلج طبعاً علشان مثل هذه الكرات ممكن بتخرج الحارس عن تركيزه، ولكن قوم يا بطل، عامل لقاء رائع حتى الآن جمال وعلي. تعاون دائم ما بين المنتخب المغربي والمصريين، كان في مفاوضات قبل تولي الكابتن محمد عبد السلام، كانت مع الكابتن ايمن صلاح والكابتن حماد الروبي، ولكن يعني في النهايه تولى النجم السكندري القدير الكابتن محمد عبد السلام. في تاني ولايه ليه كان تولى تدريب منتخب المغرب للناشئين. ادي تصويبه قويه، بلياردو بلياردو والله، ارتطمت بالقائمين، علشان يمنع القائم اتحرك اتحرك يمنع هدف صاروخ، ده مش هدف والله، يعني صاروخ من تسديده قويه من يونس منصاري، اللي قلت يعني ساعد ايسر زي ما الكتاب بيقول، يرتقي فوق الجميع وبيصوب بقوه، سمعنا صوتها من قوتها وسرعتها، والله لو اتقاست يعني هتعدي 100 كيلو متر في الساعة. ادي تصويبة قوية حلوة حلوة ايضا من اللاعب اللي قلت يعني بيسدد بقوة، لازم يتعمل له حساب ولازم يتقابل من بدري شوية هذا اللاعب اوبيانج، من اللاعبين المخضرمين، لاعب كتير مع المنتخب الجابوني. سلامات اصطدم بوجهه احد المدافعين، ادي الاشقاء المغاربة مرحبا بهم طبعا في بلدهم الثاني مصر. ادي تصويبة بقوة والتصدي من جمال وعلي احد المتألقين حتى الان في احداث اللقاء. منتخب الجابون ظهر 7 مرات قبل كده في بطولات الامم الافريقيه، كانت المره الاولى والظهور الاول ليه في سنه 2000، بينما كانت افضل نتيجه ليه كانت المركز السادس سنه 2000، يعني كانت اول مشاركه وافضل مركز اتحقق من هذا الفريق. بينما المنتخب المغربي بقى حدث ولا حرج، شارك 18 مره في البطوله الافريقيه، كان اول ظهور ليه عام 87، احرز برونزيتين كانت 2006 في تونس ثم 2022 في جمهورية مصر العربية. سلامات سلامات للأسد مهدي إسماعيل العلوي اللي بدأ في الوداد المغربي ومحترف في الدوري الفرنسي، صاحب 31 عام، قلت بيلعب في دفاع مركز 3 في منتصف الملعب، بيقفل المساحات بشكل جيد، نتمنى له السلامة وأن يعود سريعا لأحداث اللقاء، يرجع يساعد
ويؤازر زملائه في حصد هذا اللقاء. محمد أمين بن طالب عليه دور كبير طبعا كلاعب مخضرم وصانع ألعاب جيد، لاعب الجيش الملكي المغربي، صاحب 31 عام أيضا، بجوار الشباب يونس منصاري. ودي يونس، يا سلام عليك يا يونس، هو كمان نجم من نجوم الشباك، من نجوم اللقاء حتى الآن. أدي اختراقة ما بين واحد واثنين في ثغرة دفاعية كده عملها لنفسه وبيرتقي على قدم اليمنى. بتكون صعبة هذه الكرات ولكن الصعب سهل عليك يا يونس، يا سلام عليك، تسلم إيديك. 13-5 بعد مرور 19 دقيقة، بداية جميلة وأداء رشيق من المنتخب المغربي، ولكن الأحلى والأروع هو النجم، هو نجم حراسة المرمى جمال وعلي. أسد أسد والله في حراسة المرمى، بيزود عن أسود الأطلس. ودي قوية، صاروخ صاروخ أرض أرض، ده اللي بيقولوا عليه. أدي بيقبض إيده، ولكن على مين؟ على مين؟ المغاربة النهاردة بشكل تاني بطعم تاني. جير فلاس تاريل حارس المرمى هيتجنن، هيتجنن من الصاروخ اللي ما شافوش غيره وهو بيحتضن شباكه. بيكشر عن أنياب المنتخب المغربي، بيقول أنا حاضر إلى هنا للمنافسة بقوة. كان صرح الكابتن محمد عبد السلام بعد لقائه السابق وفوزه على المنتخب الليبي إنه جاي هنا علشان ينافس على الصعود إلى أولمبياد باريس. أيد الراجل ده بقول لازم يتقابل، أوبيانج عامل زهر، عامل تصويبات قوية، لازم يتقابل بشكل جيد، ما ينفعش نستنى على 6 متر يعني خطوتين ثلاثة كده نوقف تصويباته، لأن مثل هذه الكرات بتكون صعبة على جمال وعلي. تتقلص النتيجة ل14-6. تمرير في الخط الخلفي، خروج للاعب الدائرة محمد أمين بن طالب، يونس حكيمي، أمين تاني بيسيبها ليونس اللي بيتحرك في كل مكان. سعد أيسر، تلاقي سعد أيمن إذن بلعب سلبي، محمد أمين بيحضر كده. وادي إيه؟ في دفع على مستوى الوجه وفيها إيقاف لمدة دقيقتين. تصوري إن لازم يكون فيها، بيحاول يمر لطش وكده، يعني لطشة صعبة على مستوى الوجه. أدي بطاقة حمراء فعلا، يعني كان فيها تعمد إزاء وفعلا يستحق البطاقة الحمراء. هذا اللاعب نزله الكابتن محمد عبد السلام بيطمن عليه. طاقم تحكيم ماجري، بيرو آدم وكيس أوليفر، شاف وتميز صراحة في القرار الأخير. بطاقة حمراء مستحقة على أحد مدافعي المنتخب الجابوني، تعمد الإزاء ممنوع طبعا، وكانت واضحة وصريحة في وجه المخضرم محمد أمين بن طالب. أدي عدل الكرة، يا صعبة صعبة صراحة من اللاعب ورا مامادو. ما زال الإسعافات الأولية لمحمد أمين بن طالب، إن شاء الله يقوم بألف سلامة. قلنا دايما قام بالسلامة اهو، ومع السلامة انت كمان يا مامادو، يعني ما تعملهاش بقى تاني، علشان كده اخد عقوبة قاسية. مازال بيتألم محمد امين، ولكن هو بطل وهو اسد، هيستكمل اللقاء. يستحق التحية طبعا من كل المتابعين والمشاهدين في الصالة المغطاة. كانت البداية التدريبية للكابتن محمد عبد السلام في نادي دلفي اسكندرية عام 2002، واستكمل مسيرته حتى الآن بوصولها مع المنتخب المغربي. تمرير في الخط الخلفي، محمد الزيني نزل مرة أخرى بديلا لمحمد أمين. وادي حكيمي بيصوب، ولكن تصدي رائع من حارس المرمى، نزل لها كده في الزمان والمكان والمعاد. أبانجا أوريتش، ودي تشجيع من مقاعد البدلاء. ايوه هي دي الروح اللي احنا عايزينها دايما، علشان يكون في قوه وصلابه دفاعيه. بيضغط بشكل جيد،
محمد الزين بيوقف وبيسيبها على مستوى الدائرة، دفع بقوة أمام فابين سيجاريل. لعبة كرة اليد لعبة قوة، لعبة رجال، لعبة حماس. هذه محاولة للمرور، حكم اللقاء بيقول إذانا بلعب سلبي، لابد من التصويت في حد أقصى 3 تمريرات. طبعا كان قبل كده 5، تم تعديل القانون علشان يكونوا 3 تمريرات لزيادة سرعة اللعب. و المنافسة، تصدي رائع من أسد المرمى جمال وعلي اللي بيزود عن مرمى بسالة منذ بداية أحداث اللقاء صراحة، وسبب رئيسي في اتساع الفارق حتى الآن. خلاص بتقاس حاليا قوة المنتخبات بقوة حراس المرمى، حارس المرمى أصبح يعني يمثل نسبة تصل إلى 70% من قوة أي منتخب. وراك حارس جيد بدفاع قوي، خلاص بتتحل بالنسبة لك كل الأمور. أدي هشام حكيمي، محمد الزين، ودي نزل بقى النجم القدير أمين حرشاوي. وحشتنا يا حرشاوي، تصويبة قوية بتخطئ المرمى من هشام حكيمي. ترجع الهجمة مع المنتخب الجابوني. نزل حرش للدفاع مكان مهدي اسماعيلي. حذاري من هذا اللاعب وبيانج. المرة دي حاول يسيبها على مستوى الدائرة، بدأ يغير طريقة لعبه. وليد بن رمضان التونسي. ادي بيحاول يسيبها على مستوى الدائرة، قلت يعني اداهم تعليمات انه يسيب دايما الكرة على مستوى الدائرة. بدأ يدور عليه، ودي خطأ عكسي. تميز من الجانب الدفاع، تألق وعامل سكاوتنج جيد جدا صراحة لكابتن محمد عبد السلام. قاري المنتخب الجابوني، عارف كل نقاط القوة، قافل المساحات محفظ، ويعني مقاري لعبته كده بلغة التدريب، يعملوا ايه ويقابلوا ازاي ويدافعوا ازاي. توقف في النتيجة يعني 14-6 بعد ما كان طوفان وموج من الأهداف من المنتخب المغربي الشقيق. محمد الزين نزل له حسن الكشريدي في مركز الساعد الأيسر، دي إذن بلعب سلبي. محمد الزين، أمين حرشاوي، أمين اللي هيخلص صح، التسديدات قوية برضو. أمين من خارج 9 أمتار، لاعب الرجاء المغربي عنده أكتر من 100 هدف دولي. يا سلام، أحلى كلام لسه بتكلم عنه، قال لي أنا موجود، قول وعيد وزيد. أمين حرشاوي ظهر وبان عليه الأمان، قلت وحشتنا يا أمين، قال لي أدي أول أهدافي وأول بصمة في الزاوية اليمنى الأرضية، عملت بند كده، خدعت الحارس اللي إيه هيخرج خلاص عن شعوره. الحارس جيف لاس داني، وسريعا كده رمية جزاء. كابتن محمد عبد السلام بيقول نرجع، اتأخرنا المرة دي في الارتداد من الجانب الهجومي إلى الجانب الدفاعي. رمية جزائية، إحساسي كده هيشيلها جمال وعلي المرة دي في مواجهة مع يا سلام عليك يا جمال، إحساسي والله. الأسد يعني باين زئيره، باين وقفته كده ولطاء، قال له بتعمل إيه، حب يسيبها من فوق راسه، ولكن على مين؟ جمال، أحد المجيدين والرائعين هذا اللقاء صراحة. جمال وعلي، كنت فين؟ أنت أكيد من عالم تاني، أنت أكيد من كوكب تاني يا وعلي. تمريرة ثلاثية، لازم يشغل الأجنحة أكتر من كده المنتخب المغربي، لازم يستغله. رياض لقبيا دي خطأ عكسي على محمد الزين، لسه بقول يعني اعتمد المنتخب المغربي في الدقائق الأخيرة على اللعب منتصف الملعب، ولكن هناك أسد، هناك أسد، ما تخافش ما تقلقش طول ما جمال وعلي موجود في المرمى. نسبة تصديات إيه؟ لا ما نقدرش نقول عنها غير روعة في التصديات. دي خطأ عكسي، لازم يهدى أكتر من كده المنتخب المغربي، يعني النتيجة والفارق في صالحه، مش محتاج يتسرع، تسبب التسرع في إحراز هدف.
اعتقد يعني ممكن كابتن محمد عبد السلام ياخد وقت مستقطع دلوقتي في احتياج، لان يعني بقى في ندره اهداف وكمان بقى في تسرع لازم يجيب اللعيبه ونبدا نمسك زمام الامور مره ثانيه. سلامات، مين اللي وقع بيتالم بيتالم. اشرف لعديش، ادي التصديات الرائعه والجميله اللي ما شبعناش منها من جمال وعلي. البطولة الأخيرة كان أفضل حارس مرمى في البطولة كان علاء العروسي حارس مرمى على المنتخب المغربي، حارس قدير يعني دايما الحراسة المغربية ولادة، ويا سلام بقى لو معها كمان أحد المجيدين في تدريب حراسة المرمى حاليا الكابتن وليد عبد المقصود. سلامات سلامات لأشرف لعديش نجم رجاء أغادير المغربي، رجع بقوة كده علشان يقاتل ويمنع الهدف الأخير. سلامات، نتمنى أن تكون يعني إصابة بسيطة ويستكمل مع زملائه الأبطال هذا اللقاء. أدي بيرفع إيده وبيقول أنا نمبر وان وأنا فعلا رقم واحد وأنت يعني كسبت الجميع في هذا الرهان يا جمال يا وعلي. نتمنى السلامة إن شاء الله تكون بسيطة لأشرف لعديش. خمستاشر سبعة فارق 8 أهداف مع الدقائق الأخيرة من أحداث الشوط الأول، متبقي 3 دقائق و40 ثانية. محتاجين نتقل على الكرة، محتاجين نطول الهجمة بتاعتنا. تقاطعات جميلة في الخط الخلفي ثلاثية، ولكن معها المرة دي حارس المرمى بروعة بيتصدى ليها جريفلاس دانيال. حذاري من الهجوم الخاطف، نرتد سريعا فعلا، رجع كل لاعبي المنتخب المغربي. تمريرة على مستوى الدائرة وفيها رمي الجزاء، فعلا فيها رمي الجزاء. اختلف التكتيك والأداء للمدير الفني الكابتن وليد بن رمضان. أدي سعيد المرة دي لأنه إدى تعليماته، كل اللعب والتمريرات تروح لمهدي الأكتيك لاعب الدائرة. موري نجويمة في مواجهة فردية أمام جمال، هتعمل إيه يا جمال المرة دي؟ تصديت للأولى والثانية داخل الشباك من موري نجويمة، سددها بقوة على القدم الثابتة اليسرى لجمال وعلي، يقلص النتيجة. بدأت تتقلص النتيجة بعد ما كان فرق بشكل كبير جدا للمنتخب المغربي. أيوة فعلا وقت مستقطع في أوانه وزمانه، لازم يجيب خلاص في اخر الدقائق دي، يجيب اللعيبه وندي تعليمات ونحافظ على كورتنا بشكل كبير. دعونا نستمع ماذا سيقول المخضرم الكابتن محمد عبد السلام. ارشاوي ارشاوي ميري ميري علوي، ما تبصيش الكره من بدري على اربعه بتوين 4 اند 5 اوكي. هنا هنا ليتر ها تو اجينست تو تكير الباص تكير الباص بلوك على ثلاثة حسن شوتينج بتوين 3 اند 4 اوكي. المهم بس دلوقتي مش عايزين دقايق، مش عايزين دقايق في الديفنس. الديفنس نمنا تاني في الديفنس، لازم نصحى شوية. الدومو سنتر موجود زيرو، الباقي كله يقابل. انتهى الوقت المستقطع للكابتن محمد عبد السلام، فعلا تعليمات رائعه بضروره الحفاظ على الكره في المستوى الهجومي ونطول الهجمه، وكمان بيقول لهم يعني سرحان ونوبه سرحان في الدفاعات. سلامات سلامات لاشرف لعديش الشاب الجميل لاعب رجاء اغادير المغربي. هنشوف الوقت المستقطع هيسفر عن ايه. خروج لعلوي لاعب الدايره، طرحين ناحيه السعد الايمن علشان يفضي مساحه لسعد الايسر اللي يجي يصوب، ولكن رجع الزيني مره اخرى ناحيه السعد الايمن لمحاوله للمرور. تمريره قافل المساحات بشكل جيد لاعب المنتخب الجابوني. 6-0 محكمه، عارف ان في اختراقات ودي تصدي، يعني قلت لازم نشتغل بشكل اكتر على
الجناحين سواء لاجبي او الجناح الايمن ميري. ادي فعلا يعني استفاقه كبيره جدا من المنتخب الجابوني، حذاري منها. نزل بقى الخبره محمد امين بن طالب علشان يتحكم في الكره، يهدى على ملعبه ويهدى على كورته مع حرشاوي كمان. مهدي لازم نوصل للاجنحه، هيكون المغرب دائما في احراز الاهداف. ادي محمد امين بيحاول يمر بيسيبها ونزل بدريبل. يا الله الخبره، يا سلام على التغييره كده، تبديله رائعه تصفر عن هدف. ادي بيقولهم قلنا كده من زمان، طلع وخدع. ده انت خدعتنا احنا كمان يا راجل، طلع وارتقى ونزل بدريبلايه وسددها كده بجوار قدم الحارس، يحرز هدف جديد مع الدقيقه الاخيره من احداث الشوط الاول. استفاقه جميله للاسود، اسود الاطلسي. مقابلات لسه بيقولهم يعني لما نبقى خلاص على 6 متر لازم نطلع نقابل، وادي خارج المرمى. الحمد لله اضاعها الراجل، شكرا جزيلا على اضاعه هذه الكره يا موبوتسو ميهاندو. معانا وقت بقى، معانا 35 ثانيه نخلص الكره في الثواني الاخيره وتكون ان شاء الله بهدف للمنتخب المغربي. خروج لمهدي، اشتغل كمان هنا ناحيه الساعد الايسر ما بين واحد واثنين، يا رايح محمد امين بن طالب او سايب لي رياض لاجبي. ادي محمد امين، حلو الكلام ده، استغلال الوقت بشكل قانوني. محمد امين مع ايزان بلعب سلبي، لابد من التصيب، صوب ولكن المره دي بجوار القائم الايمن. سريعا هيروح يجيبها جيري فلاس، لازم نمنع الكره دي. الحمد لله اتمنعت فعلا، ومعاها صافره نهايه احداث الشوط الاول تعلن عن تقدم المنتخب المغربي الشقيق 16 مقابل 9 في شوط اول جميل ورائع من جانب اسود الاطلسي. استراحه قصيره ثم نعود مره اخرى لمتابعه احداث الشوط الثاني على قنواتنا المفضله اون تايم سبورتس، ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أحمد إبراهيم، وعودة مرة أخرى لمتابعة أحداث الشوط الثاني من اللقاء الجميل والممتع والمثير الذي يجمع بين منتخبي المغرب ومنتخب الجابون في اللقاء اللي انتهى الشوط الأول منه وأحداثه بتفوق المنتخب المغربي 16 مقابل 9 في أداء قوي وجميل بقيادة هذا المخضرم الكابتن المصري الجميل الكابتن محمد عبد السلام اللي بيقود أسود الأطلسي في هذا اللقاء بشكل رائع. اللي ما كانش متابع معانا احداث الشوط الاول، يعني سيطره وهيمنه من الجانب المغربي منذ بدايه اللقاء، يعني النتيجه بدات 3-0 و4-0 و5-1 الى ان استفاق المنتخب الجابوني، ولكن سريعا استمر التفوق للمنتخب المغربي، هدف يلو الاخر حتى انتهت احداث الشوط الاول بتقدم وتفوق رائع 16 مقابل 9. اللقاء بذكر حضراتكم ضمن مباريات كأس الأمم الأفريقية 26 التي تقام على أرضنا الغالية مصر من مجمع الصلاة بإستاد القاهرة من صالة رقم 2. بطولة جميلة ستستمر لمدة 10 أيام من 17 حتى 27 يناير. من سيتأهل إلى أولمبياد باريس 2024؟ هذا السؤال إجابته فقط عند المنتخبات المشاركة في هذه البطولة، وبالطبع يعني نتمنى أن يكون التأهل والفوز حليف للمنتخب المصري. هيبتدي رضا، ادي تعليمات قبل بداية الشوط الثاني من الكابتن محمد عبد السلام اللي ماشي يعني خطوة بخطوة ولحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة في أحداث اللقاء. قلت بدأ كلاعب في النادي السكندري سبورتنج حقق العديد من البطولات، ودي فاتحة الكتاب طبعا تبارك بها المنتخب المغربي. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جامد مغرب ايش؟ يلا
كان حصل على المركز الأول في بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية مع منتخب مصر الشاطئي عام 2003، البطولة اللي أقيمت في مصر أيضا في الغردقة. بدأ مسيرته التدريبية كمدرب بنادي دلفي عام 2002، ثم انتقل لمراحل عديدة من الفرق في نادي سبورتينج من عام 2004 حتى عام 2016. كان أحرز ذهبية كأس مصر في عام 2022 مع سبورتينج بعد فوزه على نادي الزمالك في المباراة النهائية. تولى تدريب منتخب المغرب للناشئين في موسم 2018 إلى موسم 2020، وشارك معهم في بطولة البحر المتوسط، يعني طول عمره بعلاقة جيدة مع الاتحاد المغربي، ثم درب نادي رجاء غدير اللي حصل على رابع بطولة أفريقيا. بدأت أحداث الشوط الثاني. على يمين حضراتكم منتخب الجابون بالقميص والشورت الأصفر، بينما على يسار الشاشة فالمنتخب المغربي الشقيق بالقميص والشورت الأبيض. دفاع 6-0 مازال بيدافع به المنتخب المغربي، قافل به المساحات بشكل قوي، كان طالبهم الكابتن محمد عبد السلام. يعني دفاع 6-0 ولكن مع المقابلات، يعني ما ينفعش اللعيب يوصل ل 7-8 متر وانا مستنيه على خط الست امتار. ادي تمريره على مستوى الدايره في اعتماد منذ بدايه احداث الشوط الثاني. غير التاكتيك بتاعه المدير الفني التونسي للمنتخب الجابوني وليد بن رمضان، بعد ما كان معتمد على اوبيانج وتسديداته من خارج التسع امتار، نقل طريقه لعبه كلها دلوقتي بقت مع مهدي لاكتريك لاعب الدايره، وفعلا تحصل على رميه جزائيه هيروح لها موري نجويمة اللي أحرز اللي فاتت، وهيضيع المرة دي. لا أحرزها، أحرزها داخل الشباك على يسار علاء العروسي اللي نزل، الحارس المخضرم اللي كان حاز على أفضل حارس مرمى في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة في مصر 2022، لاعب الجيش الملكي وأحد الحراس المميزين حاليا بيلعب في جمعية منتدى درب السلطان المغربية. ترجع الهجمة مغربية، هشام حكيمي سعد الايمن اللي لسه يعني عنده مخزون كتير جدا، هشام ده صاحب تسديدات قويه منتظرين منه كتير، وادي تسلسل جيد للكره ولكن اضاعه المره دي، اضاعها رياض لجبي في اول تسديده لي. ترى رياض ولا مين اللي سدد الكره الاخيره؟ كان تالق بشكل رائع. لا والله ده بوخمسه، مروان بوخمسه لاعب رجاء غدير، بوخمسه ورقم خمسه. قطع كان كرة فيها تسلسل جيد للكرة، ودي تمريرة أيضا على مستوى الدايرة. حزاري، حزاري من الراجل ده يعني قوة بدنية هائلة لهذا اللاعب. مهدي لاكتريك قوي البنيان، يعني في صراع قوي على مستوى الدايرة، الله يكون في عون هشام حكيمي. ودي تصيبة قوية تاخد إيد الحارس جمال وعلي، اللي يعني لازم أقول لحضراتكم إن كان نجم الشباك وافضل اللاعبين في احداث الشوط الاول صراحه. جمال وعلي كان بيزود عن مرماه بشكل قوي جدا، يحلق في سماء القاهره جمال وعلي حارس المرمى للمنتخب المغربي. تتقلص النتيجه لفارق 5 اهداف، لازم يهدأ المنتخب المغربي. قلت من الشوط الاول نطول الهجمه مع محاولة استغلال الأجنحة بشكل جيد. هشام حكيمي، محمد أمين بن طالب، الخبرة ليها عنوان هو محمد أمين بن طالب. أدي محمد الزيني الهداف، أمين بن طالب تصيبة قوية ولكن المرة دي بيتصدى ليها حارس المرمى، نزل لها بشكل مثالي جيري فلاس. تمريرة للجناح، ودي ارتداد جيد من لاعبي المنتخب المغربي، ودي على مستوى الدائرة ولكن جمال، جمال في أحلى حال وأحسن حال يا جمال، لسه بقول يعني بيحلق بتصدياته في سماء القاهرة. قابل بشكل جيد حارس مرمى رائع، حارس رجاء غدير المغربي أيضا. أدي خداع بالدوران من صانع الألعاب. منتخب الجابون من الفرق يعني اللي عندها هندبول حلو، هندبول كويس في القارة السمراء. نجوي ماتيري مع الكرة رقم 19 ده. نجوي ماتيري مرة أخرى، إذا بلعب سلبي لابد من التصويب. حد أقصى 3 تمريرات بفرمان من طاقم التحكيم المجري.
ادي تصويبه قويه وحائط صد حديدي فولاذي طلعوا ايه 1 2 3 4 ولكن ما زال الاسام بيلعب سلبي بيقول له خلاص بقى. ودي فعلا لمس الخط الست امتار. فرمان جيد ايضا من بيرو ادم وكيس اوليفر الطاقم التحكيم المجري اللي بيشارك في هذه البطوله يؤدي اداء رائع وجيد حتى الان على المستوى التحكيمي. هشام حكيمي يلا يا حكيمي بقى ورينا طلقاتك الناريه ويا سلام الله خداع نموذجي خداع رائع يا سلام يا سلام والله يعني عمل ان هو هيمرر. رزوقي رضا احد اللاعبين المخضرمين الخبره الخبره ليها عنوان ايضا لعبه لغامبري الفرنسي صاحب ال 24 عام. رزوقي رضا نزل بقى بديلا لاشرف العديش اللي خرج مصاب في احداث الشوط الاول. نتمنى ان تكون اصابه بسيطه وخفيفه ولكن خير سلف. رزوقي رضا ادي اصطدام ودفاع بقوه ولكن حكم اللقاء بيقول ما فيهاش شيء. لازم مقابله لازم دفاع بقوه من سعيد المالكي لاعب جمعيه منتدى درب السلطان ايضا. سعيد المالكي بيقابل مع محمد ميري ادي الكره رايحه جايه وصلت لجمال وعلي سريعا بيعمل هجوم خط فاست بريك من الموجه الاولى وهدف اول. ايدك فيها ايه ايدك تتلف بحرير يا سلام عليك يا جمال يا وعلي اداها علشان يعوضها بو خمسه محمد بو خمسه. مروان اللي امام حضراتكم احد اللاعبين الشباب ايضا اللي دافع بيهم وجدد بيهم الدماء الكابتن محمد عبد السلام. خروج للاعب الدايره بدا يعلى بالدفاعات شويه كابتن محمد عبد السلام على 9 متر مقفوله علشان يمنع التصويبات بس من خارج التسع امتار. ودي دفع بقوه حكم اللقاء بيقول ايه شكلها فيها ايقاف في شد وجذب وفي يعني خناقه كده على مستوى الدايره اصفرت عن ايه ايقاف فعلا لمده دقيقتين لسعيد المالكي اللي دفع بيه كابتن محمد عبد السلام في مركز ثلاثه علشان يمنع اختراقات لاعب الدايره اللي قلت مهدي الكتريك بداوا يعتمدوا عليه بشكل كبير. هينتقص المنتخب المغربي لمده دقيقتين نتمنى ان تمر بهدوء وسلام على اسود الاطلس. تصيبه قويه والحمد لله خارج المرمى ادي بيرفع ايده وسعيد هشام حكيمي خرج جمال وعلي ونزل محمد امين بن طالب في استعاضه للنقص العددي. خلاص كل الفرق بدات تستغل الايقاف لمده دقيقتين استعاضه للنقص العددي بيخرج حارس المرمى وينزل لاعب بديلا عنه طبقا لتعديلات الاتحاد الدولي. طالما اللاعب بيشارك بنفس قميص المنتخب مفيش فيها مشكله ولكن بيكون ايه فيها خطوره طبعا لازم الكره تتمرر بشكل سليم ولازم تسكن الشباك علشان ما يكونش هدف سهل. ادي تمريرات جميله وتقاطعات رائعه واربع تصويبات كده وتمريرات تصل الى مروان بو خمسه اللي يعني قال انا ضيعت الاولى كان لسه كده الراجل في يدخل في اجواء اللقاء وبيسخن ولكن خلاص اصبح يعني ماكينه اهداف. نتمنى ان تستمر من مروان بو خمسه لاعب رجاء غدير يعني رجاء غدير مصدر لعيبه جيده للمنتخب المغربي الشقي. عاجبني دفاع المنتخب المغربي قافلين المساحات بشكل جيد وادي من وراهم جمال وعلي 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 يا سلام عليك راح للكره ومعاها وكمان القائم كان حليف لي لان القائم والقادر دايما حليف للمجتهدين وخير المجتهدين في هذا اللقاء هو جمال وعلي. اتسع الفرق وعدنا مره اخرى للتألق والتعاملق في احداث اللقاء 19 مقابل 11 8 دقائق بالتمام والكمال 20 ثانيه على مهلك بقى يا محمد يا امين عدي 18 ثانيه ولا 13 ثانيه دول على خير. تمرير محاوله للاختراق لازم كمان مهدي العلوي على مستوى الدايره يكون له دور اكبر من كده يفك الطلاسم والاشتباكات اللي في الخط الخلفي. هشام حكيمي بيدور على مهدي
كان بديل هتصل للجناح ايضا. لا 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 اقول ايه اقول ايه، المكان ده النهارده مكان سحري، مكان عالمي للمنتخب المغربي. طلع رياض لجبي، نزل ايه، نزل الاجمل واروع كمان هو اللاعب مروان بو خمسه. خمسه وخميسه عليك يا ابني والله، يعني علشان ما نحسدش الراجل ده باهدافه واداؤه رائع حتى الان. دفاع بقوة ورجولة واستماتة من هشام حكيمي لاعب الجيش الملكي المغربي، يعني مش عارف يعمل ايه المدير الفني وليد بن رمضان. معلش بقى يعني المرة دي تونسي واشقاء وكل حاجة، ولكن المنتخب واسم البلد هو الاولى والاهم. ادي تصيبة قوية، وادي جمال جمال واحلى جمال منك بتصدياتك، ايد حديد ايد فولاذية بيتصدى لتصويبة صاروخية. جمال وعلي مفاجأة من وجهة نظري هذا اللقاء، ويعني بيقترب من رجل هذا اللقاء بعد ما عملها ياسين ادريسي، وادي رمية جزائية تصدى الحارس، وادي بيخبط على ايده هيتجنن هيتجنن، يعني مش لاحق ولا مش عارف يلاقيها منين ولا منين. جيري فلاس تعني تصدى للتصويبة القوية من محمد الزين، ولكن كان موجود الولد الشاب الجميل سعيد الملكي اللي نزل وكان في استراحة محارب لمدة دقيقتين، عدى بقوة علشان يتحصل على رمية جزائية. رمية جزائية بمواجهة فردية، هتعمل فيها ايه؟ يا سلام من فوق راس الحارس، من فوق راس الحارس، صاروخية صاروخية. رياض لجبي رجع مرة أخرى كهداف من تراث فريد، هداف بدرجة قدير جدا هو كمان رياض لجبي. خبرات كبيرة لهذا اللاعب المحترف في الدوري الفرنسي. 10 على 10 والفارق بقى 10 والدقيقة 10 وكله النهارده 10 على 10. قطع للكرة بتمركز جيد، مروان رايح يا القطار يدهس الجميع. بو خمسة بو خمسة كده خلاص قفلنا وكملنا الخمسة. خمس أهداف لرقم خمسة مروان بو خمسة. أدي عدل الكرة، يا سلام على خبرتك يا ابني والله، لاعب من اللاعبين الكبار، حط المدافع في ظهره علشان خلاص يا هو والمرمى، أي لمسة بتكون رمية جزائية ومعها إيقاف كمان ومعها وقت مستقطع علشان يشوف حل للأزمة المدير الفني لفوارتا حاليا الكابتن وليد بن رمضان التونسي. دعونا نستمع ماذا سيقول في هذا المأزق. Directement avec le temps fort d'Abogué. On jouera à 7. Ok. Mais il faut libérer le ballon, les gars. À chaque fois qu'on fait un début d'enclenchement, ça ferme. Le la balle, elle s'arrête. La balle à l'extérieur ou un pivot. Et sur le repli. Alors, tu vas jouer numéro 2. Vous deux. Vous jouez deux centraux. Oui, mais tu joues numéro 2 de ce côté. Et on essaie d'être plus puissant en attaque. D'aller chercher des tirs. C'est pas le tir de loin. Vous s'approchez encore. Allez, allez. انتهى الوقت المستقطع للمدير الفني وليد بن رمضان التونسي، يعني بيحاول ينقذ ما يمكن انقاذه بعد مضاعفة النتيجة 22 مقابل 11. اتسع الفارق مرة اخرى، كان قرب في بداية الشوط الثاني لفارق خمس اهداف، ولكن سرعان ما تدارك الامر الكابتن محمد عبد السلام ورجاله في صفوف المنتخب المغربي. مجموعة التالتة بتضم الجزائر وليبيا والمغرب، مجموعة عربية والمنتخب الجابوني هو الفريق الرابع لهذه المجموعة. نظام البطولة هو يشارك فيها 16 فريق، أربع مجموعات، كل مجموعة أربع فرق. المجموعة الأولى كاب فيردي، الكونغو الديمقراطية، زامبيا ورواندا. المجموعة الثانية مصر، غينيا، الكاميرون، الكونغو، برازافيل. المجموعة الثالثة اللي قلنا عليها، المجموعة الرابعة تونس وأنجولا ونيجيريا وكينيا. وادي حائط صد بيخادع جمال وعلي، ولكن عندك رصيد كبير، عندك يعني اللي يكفي علشان ما فيش مشكله، ولكن هي فعلا خادعه، اصطدمت بايد الحائط الصد علشان
بتعكس اتجاهها كده، والكرات دي فعلا بتكون صعبه على حارس المرمى. ادي محاوله المرور محمد امين بن طالب اللي نزل غير شكل واداء المنتخب المغربي صراحه بخبره في مركز صانع الالعاب. حلو جدا لما يبقى عندك لعيب كبير كده مقدرًا في مركز صانع الالعاب. محمد امين تصويبه، ولكن المره دي فيها استعجال قاطع للكره، وادي هجوم خاطف فاست بريك، وادي هدف، هدف للقاطره البشري اوبيانج الساعد الرائع في صفوف المنتخب الجابون. قطع الكره كده وراح باقتدار في انفراد تام جمال وعلي، ما يقدرش يعملها اي حاجه. هدفين متتاليين للمنتخب الجابوني بعد الوقت المستقطع، يعني كده الوقت المستقطع اتى بثمار. هشام حكيمي الحاضر الغائب حتى الان في اللقاء، انا عارف ان هشام حكيمي عنده اكتر من كده، يعني لو استغل تصوباته ومهاراته في المرور ممكن يكون مصدر قوه للمنتخب المغربي. لكن محمد الزيني بيحاول يمر. كان احتل المنتخب المغربي المركز الرابع مرتين في السنوات العشرة الأخيرة. في بطولة أفريقيا، ولكن برونزيتين رائعتين. أدي أول التصوبات من هشام حكيمي، ولكن قلشت المرة دي والعارضة تصدت ليها مع إيد الحارس. أدي حكم اللقاء بيقول له رمية حرة، لأن كان تجاوز للخطوات أربع خطوات أثناء المرور من لاعب الجابون، وطبعاً طبقا للقوانين الحد الاقصى هو ثلاث خطوات فقط للاعب كرة اليد. اللقاء هو اللقاء الثالث ما بين المنتخبين، كانوا اتقابلوا في 2016 في مصر ايضا، والمغرب فازت على الجابون 29-23. يعني قلت مصر دايما وش السعد على المنتخب المغربي. هذه تصيبة قوية اخترقت حائط الصد، واخترقت كمان جمال وعلي نجوي ماتيري. المرة دي بيحرز هدف باقتدار في شباك المنتخب المغربي. ممكن يفكر بقى كابتن محمد عبد السلام والكابتن وليد عبد المسعود مدرب حراس المرمى الرائع نجم الزمالك السابق في انه يعني يريح جمال وعلي شويه، ينزل علاء العروسي او ينزل ياسين ادريس المخضرم. وادي هشام حكيمي، قلت عندك كتير، عندك اكتر من كده بكتير جدا. اختراقه كده ما بين واحد واثنين في مركز السعد الايمن يحرز بيه هدف، وادي هدف ورد سريع من القاطره البشريه اللي قلت اوبيانج ده حذاري منه، اتلعب في السعد الايسر في الشوط الاول، وادي نقله في تحرك جيد من المدير الفني وليد بن رمضان، وده السعد الايمن علشان يعمل ثغره دفاعيه كمان لدفاعات المنتخب المغربي. تاني لقاء ما بين المغرب والجابون كان في تونس في عام 2018 في دور الثمانية، وفاز المغرب أيضا 26-23. يعني دايما السيطرة والهيمنة مغربية، وإن شاء الله تستمر في هذا اللقاء. محمد الزين، أدي تعليمات من المخضرم ياسين إدريس الحارس القدير لجمال وعلي. ياسين إدريسي ده ليه صولات وجولات في الدوري الفرنسي، كان تم اختياره أكتر من مرة كأفضل لاعب في الدوري الفرنسي، لعب لفرق كبيرة وعريقة في الدوري الفرنسي، حارس يعني رائع من الحراس المميزين ياسين إدريسي. أدي قاطع للكرة، حلو القطع، سيبها بقى، سيبها لمروان، روح يا أبو خمسة، روح بالهدف الثاني، يا 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 أضاعها المرة دي. يعني فضل مستني مع حارس المرمى مع مروان، وحط قدم وايده كده نجمه من اشكال التصدي لحراسه المرمى في كره اليد. يعني كان لازم يعكس ايده بقى في الزاويه الثانيه، لو سابها في اليمين كده كانت هتروح باريحيه داخل الشباك. اثناء الاعاده هدف في المنتخب الجابوني 15 دقيقه ونص، يعني انتصر في الشوط الثاني. الوقت بيمر ولازم نزود الاهداف يا اسود الاطلسي. ادي امين حرشاوي نزل في مركز السعد الايمن، وليد هو كمان حرشاوي في هذا المركز. ادي محاوله المرور، بيحاول يمر بقوه، ايوه كده قوه وقتال من اللاعبين. محمد امين بن طالب، امين حرشاوي، امين عدي يا امين، سيبها على مستوى الدايره، ايوه الدايره اشتغلت، لازم الدايره تلف وتدور، وكانت المره دي بتدور وتلف حوالين الشاب الرائع سعيد المالكي لاعب جمعية منتدى درب السلطان المغربي.
اكتشاف واكتشافات جديده وقديره من المدير الفني محمد عبد السلام. عين ثاقبه يعني لف ودور كده بقى في الدوري المغربي علشان يجدد الدماء ويكون في عناصر جديده في هذه البطوله مع المنتخب المغربي الشقيق. ادي بيحاول يمر الداهيه يعني اللي نزل معرفش جاب ده منين. قوي قوي هذا اللاعب نجوي ماتيري، ومعها كمان ايقاف لمده دقيقتين. ادي كابتن محمد عبد السلام بيقول يعني ليه بننتظر لما يجي الراجل وفي الاخر بنتحصل على ايقاف لمده دقيقتين. مهدي اسماعيل العلوي اللي بيلعب في الدوري الفرنسي، كانت بدايته في الوداد المغربي، صاحب 31 عام 191 سنتي هذا اللاعب مهدي العلو. خرج الحارس وهيلعب المنتخب المغربي منتقص العدد لمده دقيقتين. تقاطع للاعب الدايره المالكي محمد امين بن طالب محمد الزين، ودي الجناح حلوه 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 طار في الهواء واحرزها مرة أخرى. رزوقي رضا اللاعب الرائع القدير من الأجنحة المميزة على مستوى القارة صراحة هذا اللاعب رزوقي رضا. يعني بقى في اثنين مش عارفين نعمل معاهم ايه، أوبيانج 44 و نيجوي ماتيري رقم 19. دفع بيهم المدير الفني وليد بن رمضان في الساعدين علشان يكونوا محور اداء قوي في المستوى الهجومي. ادي تمريره غير منضبطه، لا حذاري بقى من الامور اللي زي دي، يعني بتصطدم بقدم امين حرشاوي. يعني هو افضل ما يكون انفراد. ادي نزل بقى فعلا علاء العروسي حارس المرمى اللي قلنا حصل على افضل حارس المرمى على مستوى بطوله افريقيا الاخيره في 2022 بمصر. ادي اختراقه استغلال جيد للنقص العددي طبعا، يعني بتلعب 5 ضد 6 عمل زياده قلت يعني الاثنين حذاري منهم نجوي ماتيري واوبيانج رقم 44. لعيبه قويه عندهم هاندبول رائع هؤلاء، او الاثنين لعيبه دول. محمد امين بن طالب امين حرشاوي بيحاول يمر يسيبها على مستوى الدايره، وادي يعني فيها كلام ورمي الجزاء. ادي فاصل بريك وجون خاطف المرمى الخالي الحمد لله. شكرا شكرا من هنا لبكره بنقولها لجيري فلاس دانيال حارس المرمى. يعني كانت لو تم احرازها كانت تقرب النتيجه، الراجل ريحنا يعني مع اكتمال صفوف المنتخب المغربي اللي يعني يمكن المخزون البدني قل شويه في احداث الشوط الثاني، كان في استفاقه وقوه وروعه في الشوط الاول من المنتخب المغربي. مع نزول اوبيانج ونجوي ماتيري اختلف الاداء للمنتخب الجابوني. محمد امين ودي تمريره غير منضبطه، يعني ركز شويه يا رجاله، يعني لازم وفعلا وقت مستقطع صراحه نموذجي بيقول كله يجي عندي، لان فعلا يعني في تراخي في عدم جدية وعدم قوة في الأداء في الدقائق الأخيرة. نتمنى أن يتم تداركها سريعا. نستمع ماذا سيقول المدير الفني كابتن محمد عبد السلام. اوكي خليك في نص الملعب. الزين تعال في النص. حرشاوي هترجع كرة لحرشاوي، ترجع كرة ميري والكرة بترجع اوبن، وانا جينست وان وانت بتجري، مش وانت واقف بعد كده نعمل دريبل وانت بتجري في الديفنس تاني. البيفود موجود فين؟ بتلعب مع البيفود 2 اجينست 2 ننزل الباك ليفت هنا بيشوت، لو لعب 7 رقم 3 ما يلتحمش، فيك 2 فيك و3 فيك، 2 فيك و3 فيك على الكوره خلاص. يلا صح شويه يلا. روح جميله واستفاقه طبعا بيطالب بيها المدير الفني كابتن محمد عبد السلام مع الخبرات المتمثله في ياسين ادريسي، ان لازم يكون في استفاقه وبث للحماس مره اخرى في صفوف المنتخب المغربي. خلاص بنقترب من الدقيقه 20 والرمق الاخير من احداث الشوط الثاني واللقاء. 10 دقائق مهمه جدا علشان يحسم بيها وياكد بيها صعود المنتخب المغربي الى دور الثمانيه.
في انتظار ادي اذانا بلعب سلبي لابد من التصويب ورجع ظهر وبان عليه الامان مره اخرى محمد امين بن طالب لعب الجيش الملكي المغربي قال انا موجود في الاوقات الصعبه وفعلا ظهر بشكل جيد. يا القاطره ده مش ممكن قوي البنيان بشكل كبير جدا عنده جامبنج وقوه ارتقاء عاليه اللاعب نجوي ماتيري اللي معاه الكره ده هيحاول يمر ويصوب قويه تصوباته صاروخيه سحق ايده تقيله الراجل ده حذاري منه لازم يتقابل قلت من بدري شويه. ادي اختراقه وادي رميه جزائيه اكيد طبعا دفاع من داخل الستة امتار قرار جيد جدا من جانب الطاقم التحكيمي المجري عدل الكره ممنوع دخول المدافع منطقه الستة امتار المنطقه اللي لونها ازرق امام حضراتكم يعني منطقه محرمه ملك فقط لحارس المرمى لو دخل المدافع بتبقى رميه جزاء لو دخل المهاجم بيبقى خطا عكس. ادي رميه جزائيه بمواجهه فرديه يا ترى لمن ستكون الغلبه دائما لرياض لجدي احد نجوم اللقاء من وجهه نظري صراحه يعني ما بينه وما بين حارس المرمى جمال وعلي رجل اللقاء. ادي محاوله للمرور وادي خطا عكس اربع خطوات على اوبيانج كويس يعني اوبيانج ده نادرا ما بيغلط وادي المرمى خالي يعني كانت لا والله ده كان بيحاول يعمل فاست بريك علاء العروسي بيوصلها لرياض لجدي مش عايزين نضيع مثل هذه الكرات السهله دي اربع خطوات فعلا قرار جيد عجبني جدا الطاقم التحكيمي المجري. استنى بقى علاء للمره الثانيه راجل مصمم ولكن المره دي مش كل مره تسلم الجار قال له اضعت اللي فاتت والمره دي ظبطها بالمليمتر بالمقاس قول زي ما انت عايز تقول سابها في ايد رياض لجدي ماكينه الاهداف اللي كانت شغاله في بدايه احداث اللقاء عادت واستفاقت مره اخرى مع النهايات العبره بالنهايات والخواتيم ويا سلام لو كانت من ايد احد المجيدين رياض لجدي. عاد الفرق 8 اهداف وقت مستقطع كان مثمر جدا جدا بالكابتن محمد عبد السلام صح اللعيبه مره ثانيه ادي قطع للكره وادي هجوم خاطف فاست بريك حرشاوي على المكسب ناوي امين حرشاوي على المكسب ناوي لاعب رجاء غدير المغربي بيظهر وبان كلاعب قدير وخبره كبيره جدا يرتقي فوق حارس المرمى ويسيبها لب كده من فوق راس الحارس لعبه من الالعاب الفنيه اللي بيحبها كل متابعي ومشاهدي كره اليد. طبعا حصريات جميله لمجموعه قنوات اون تايم سبورتس بطوله الامم الافريقيه على ارض مصر الغاليه. ادي رجعت اشتغلت الدايره مره اخرى من مهدي الكتريك مثلث قوي اوبيانج ومهدي الكتريك ونجوي ماتيري 18 و19 و44 بتكمن فيهم الخطوره مع المنتخب الجابوني. محمد امين بيساب الاختراق ما بين واحد واثنين وادي تصدي من حارس المرمى وادي تمريره الحمد لله غير منضبطه بالمره. يا سلام لو نشوف بقى يونس منصاري رقم 22 الساعد الايسر كان احد الموجودين في الشوط الاول يعني ساعد ايسر عصري ومميز جدا. أداء قوي في الشوط الأولاني محمد أمين بن طالب دي أربع خطوات يعني في تسرع بعض الشيء من الجانب المغربي فرق 8 باقي 6 دقايق ونصف يعني مش محتاج إن أنا أتسرع أطول الهجمة أخد راحتي أستغل الوقت بشكل قانوني. أوبيانج بيمر وبيفوت قوية إيديهم مظبوطة يعني إيه في الثمانيات في المقصات أوبيانج اللي أمام حضراتكم حاول معاها علاء العروسي ولكن كانت صعبة في سقف المرمى. ادي امين حرشاوي بيقول انا موجود لو عندهم اوبيانج فيه عندنا حرشاوي. بص شوف امين بيعمل ايه وكمان ايقاف لمدة دقيقتين الخبرة عنوان مع امين حرشاوي خدع الحارس مال كده ناحية الزاوية اليمنى وسحب الحارس وسابها له في الزاوية العكسية اليسرى هدف جميل ولوحة فنية جميلة من الرسام امين حرشاوي. ادي رامية ركنية
ما زال الفارق 8 أهداف. أدي دبل توكوف وارتقاء ثنائي من نوغوي ماتيري. برونزيتين قلنا من نصيب المنتخب المغربي كانوا في 2006 و2022، مرة في تونس ومرة في مصر. ودي فاست بريك، ويا سلام يا سلام لو كان لمسه الحارس كمان كان بطاقة حمراء كمان، ولكن أنقذه رياض لاجبي اللي عاد للتألق مرة أخرى. عاد لاجبي عادت مع ماكينة الأهداف مرة أخرى. أدي بيأكد يا سلام على الرجولة والإصرار، وبيصوبها بقوة علشان تقطع، قطع الشبكة، اعمل يا راجل اللي أنت عايزه يا رياض يا لاجبي. وسع الفارق لتسع أهداف، طمن كده قلوب وعقول الجماهير المغربية اللي بتتابع هذا اللقاء. هدي دبل توكوف ارتقاء ثنائي من أوبيانج. قبل المرة دي بقى سمع الكلام، قال له ما تستناهوش يا مهدي إسماعيلي علو. سلامات، بيتألم. المنتخب الجزائري فاز على المنتخب الليبي قبل هذا اللقاء 34 مقابل 19، وارتفع رصيده إلى 4 نقاط. المغرب إن شاء الله فوزها بهذا اللقاء سترتقي أيضا إلى 4 نقاط، ويبقى الاشتباك هيتفض ويستمر في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة ما بين الأشقاء محاربي الصحراء وأسود الأطلسي. المغرب في مواجهة الجزائر لصدارة المجموعة ولتفادي وتجنب مواجهة الرأس الأخضر وكاب فيردي اللي في الغالب هيتصدر المجموعة الأولى. 16 فريق، 4 مجموعات ذكرناهم لحضراتكم. هيصعد فريقين من كل مجموعة، يتكون 8 فرق، يكون دور الثمانية. يلعبوا بجولات إقصائية علشان يصل 4 فرق إلى مربع الذهبي ثم المباراة النهائية. تمرير في الخط الخلفي، أوبيانج. قافلين الدفاع بشكل جيد. يطالب لاعب الدائرة ان يظهر له عشان يصوب، يا 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 في ايد علاء العروسي اللي نازل يعني كده مش في اجواء اللقاء، يعني لسه ما سخنش مع احداث اللقاء. على عكس جمال وعلي اللي تألق في احداث الشوط الاول. تبديل على مستوى الساعد الايسر. محمد امين بن طالب، وادي حرشاوي بيقول له روح على المرمى روح، يعني اذا بلعب سلبي. حرشاوي بيسدد قويه يعني بتخطئ المرمى. حسن الكرشريدي نزل على مستوى السعد الايسر، نتمنى ليه التوفيق. بيدور بيدور على لاعب الدايرة بأي شكل. مهدي لك، ادي الكابتن عبد السلام بيقول للحشاوي، يعني بيقول له يعني قلنا ما نصوبش بالشكل ده، ولكن اختراقه من السعد الايسر. وادي علاء، علاء العروسي بيقول لي انا موجود، بيقول لي لا انا خلاص دخلت في الاجواء، ويتصدى لكره قويه. وادي فاست بريك جامد جامد وجميل ورائع، تصويبه قويه، تصويبه رائعه من رزوق رضا. خلاص الاجنحه طارت في الهواء وتحلق وتحلق في الجانب المغربي. يؤكد طبعا خلاص كده، بيقول لملم اوراقنا ونبارك للاشقاء المغاربه والمنتخب المغربي الفوز في هذا اللقاء ووصولهم الى النقطه رقم 4. 9 اهداف فارق باقتدار صراحه واداء قوي وجيد من اللاعبين. خلص النتيجه، ودي لجبي ترسال سريعه مع رياض لجبي اللي يعني اعتقد هيكون رجل اللقاء وافضل لاعب في اللقاء. احرز العديد من الاهداف وساهم بشكل كبير جدا في هذا الانتصار. الجناح على الايسر رياض لجبي محترف في الدوري الفرنسي. ادي ايقاف لمده دقيقتين، بيقول سحب سحب اللاعب وهو بيصوب فابين سيجاريت. طبعا يعني حسره حسره للمدير الفني التونسي وليد بن رمضان، معلش يعني، ولكن يعني
المنتخب المغربي يستحق صراحة في هذا اللقاء. أوبيانغ يعني لازم يكون في إزام بلعب سلبي، الكرة طولت أوي لكن ريكوليت كده حلو، شكرا شكرا، خرجها بره المرمى، تسلم إيدك يا مهدي إلكتريك. دي 20 ثانية متبقية على نهاية أحداث الشوط الثاني واللقاء علشان يتأكد بالفعل فوز المنتخب المغربي على المنتخب الجابوني، علشان تكون الثالثة ثابتة، قلت ثالث لقاء ما بين الفريقين. انتصر المنتخب المغربي في اللقاءين السابقين، وادي الثالث كمان بيعزز من تفوقه الدائم، وادي التصويبة قوية صاروخية، صاروخ أرض جو ظهر وبان بشكل قوي، حسن الكشريدي المغربي الجميل، من الثبات بقى تلاقي، من الارتقاء تلاقي، من الفنيات كلها النهاردة موجودة. سلام لو هدف كمان بقى يبقى فرق 10 عشان يبقى 10 من 10، ولكن قلص النتيجة الداهية. أوبيانج لاعب قوي أيضا، يعني ممكن يدخل هو كمان في الصراع على MVP، أفضل لاعب ذو قيمة في اللقاء. آخر 20 ثانية الكابتن محمد صلاح سلام بيقول له لسه نصوب وننهي الهجمة في الثواني الأخيرة. محمد أمين وادي محاولة للتصويب ومعها رمية حرة، بيقول له صوب ومعها صافرت نهاية أحداث الشوط الثاني، ولكن من جمال وروعة وحلاوة كرة اليد لو في رمية حرة حتى بعد انتهاء الوقت الأصلي لابد من تسديدها، وشفنا كتير جدا من المباريات اتغيرت نتيجتها واتقلبت بشكل كبير جدا، سواء تعادل او فوز لاحد الفرق. وادي سابها لزوقي رضا وقال له خلاص كده يعني هنكتفي بالثمان اهداف، علشان نقول مبروك للمنتخب المغربي الفوز بهذا اللقاء 33 مقابل 25، فارق 8 اهداف جميله وملعوبه، وتفوق صراحه منذ بدايه اللقاء يستحق عليها كل التحيه المنتخب المغربي، اللاعبين وطبعا القيادة الفنية القديرة من الكابتن محمد عبد السلام، يضيف لرصيده نقطتين علشان يتساوى في الرصيد مع المنتخب الجزائري في انتظار قمة عربية قوية في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة. يتبقى لنا معرفة رجل اللقاء وأفضل لاعب ذو قيمة في اللقاء، يعني ممكن تكون رياض لجبي اللاعب الرائع الجناح الايسر، كمان جمال وعلي كان مؤدي بشكل قوي، هو يعني الكاميرا حتى جايه عليه، اعتقد يعني هو الاقرب رياض لج. في انتظار الاعلان طبعا بتكون جايزه تقديريه قويه، طبعا يعني تكليل لمجهود اللاعب المجتهد في هذا اللقاء، دي راجل رايح بيها يعني كله بيبص على الجايزه. طولة رائعة جميلة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأراضي المصرية، ولمن قلنا زي ما توقعنا رياض لجبي أحد اللاعبين الرائعين وكان سبب رئيسي جدا في فوز المنتخب المغربي بهذا اللقاء، يستحقها بكل جدارة واستحقاق هذا اللاعب، مبروك لي ومبروك للمنتخب المغربي. في النهاية والختام لا يسعني إلا أن أشكر حضراتكم على حسن الاستماع والمشاهدة، على أمل اللقاء في مباريات أخرى وحصريات أخرى جميلة على قنواتنا المفضلة أون تايم سبورتس. كان معكم أحمد إبراهيم، دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.